السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إسحاق نيوتن مؤسس النظرية الكلاسيكية للفيزياء. بناء الكون المدهش والانسجام الذي فيه يمكن أن يفسر فقط بأن الكون خلق بخطة كائن كلي العلم والقدرة. هذه هي كلمة الأولى والأخيرة. أندري ماري أمبير، فيزيائي وعالم رياضيات، اكتشف القانون الرئيسي للديناميكية الكهربائية. البرهان الأكثر إقناعاً على وجود الله هو تناغم الوسائل التي يتم بمساعدتها الحفاظ على النظام في هذا الكون. وبفضل هذا النظام تجد الكائنات الحية في أجسادها كل ما هو ضروري لتطوير وزيادة إمكانياتها البدنية والروحية. اللورد كليفون الذي يعرف باسم ويليام تومسون أول من صاغ القانون الثاني للديناميكا الحرارية. لا تتوجسوا من أن تكونوا أناسا ذوي أفكار متحررة، فإن فكرتم بعمق ستكتسبون عبر العلم الإيمان بالله. جيمس جول أثبت تجريبيا القانون الأول للديناميكا الحرارية. معرفة قوانين الطبيعة هي معرفة الله. جوزيف تومسون اكتشف الإلكترون، حائز على جائزة نوبل في الفيزياء. لا تخشوا أن تكونوا مفكرين مستقلين. إن فكرتم بقوة فإن العلم سيقودكم دون شك إلى الإيمان بالله، الإيمان الذي هو أساس الدين. وستجدون أن العلم ليس عدوا للدين بل هو مساعد له. ماكس بلانك مؤسس نظرية الكم: أنا وكيفما رحنا ننظر بعيدا فإننا لن نجد تعارضات بين الدين والعلوم الطبيعية، بل على العكس فإن أفضل مزيج هو في نقاطهما الرئيسية. الدين والعلوم الطبيعية لا يلغي أحدها الآخر كما يعتقد البعض. هذان المجالان يكملان بعضهما بعضا ويرتبطان أحدهما بالآخر. ألبرت أينشتاين واضع النظرية النسبية، حائز على جائزة نوبل في الفيزياء: يكمن ديني في الشعور بالإعجاب المتواضع أمام العقلانية التي لا حدود لها والتي تعبر عن نفسها في التفاصيل الدقيقة للوحة العالم هذه، اللوحة التي نحن مؤهلون فقط أن نحيط بها ونستوعبها بشكل جزئي بعقلنا. هذه الثقة المشاعرية بأعلى تكوين منطقي لبنية الكون هي تصوري عن الإله. ماكس بور حائز على جائزة نوبل في الفيزياء: لقد أبقى العلم مسألة الإله مفتوحة تماما، والعلم لا يملك الحق بالحكم في هذه المسألة. آرثر كومبتون حائز على جائزة نوبل في الفيزياء: بالنسبة لي يبدأ الإيمان من إدراك أن العقل الأعلى خلق الكون والإنسان. ليس صعبا علي الإيمان بذلك لأن حقيقة وجود الخطة وبالتالي العقل لا يمكن دحضها. إن النظام في الكون الذي نراه بأعيننا يبرهن بنفسه على حقيقة أعظم وأسمى تأكيد، وهو في البدء كان الله. فيرنر هايزنبرغ أحد مبتكري أسس الفيزياء الكمية، حائز على جائزة نوبل في الفيزياء: إن أول جرعة من وعاء العلوم الطبيعية تجعلنا ملحدين، ولكن هناك في قعر الوعاء ينتظرنا الله.